أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات مواقع إلكترونية مفيدة. في هذا الفيديو راح نشرح موقع مفيد جدا جدا جدا، وهو كيفية عمل قرعة إلكترونية من خلال هذا الموقع. طبعا الموقع لطيف جدا وبتكنيكات كثيرة واحترافية راح نحاول نغطيها إن شاء الله من خلال هذا الفيديو. طبعا في البداية هو هنا الموقع مخلينا مجموعة من الأسماء بإمكاننا نمسحهم، طبعا مخليهم للتجربة. طبعا راح أغير، راح أكتب مثلا بهاء علي محمد باسل أمير وهكذا. نقدر نضيف مجموعة ضخمة وليصل مثلا، راح أجرب يعني بس مجرد للتجربة يعني، فقط راح أراويكم الأسماء إنه نقدر نضيف أسماء كثيرة جدا إذا لاحظ، والبرنامج راح يضيفهم بشكل متكامل. طيب طبعا بعد ما أضفنا الأسماء، طبعا مو بس أسماء، نقدر نضيف صور، يعني نقدر مجموعة من الصور نضيفهم، والصور راح يخلي لياهم بهذه المنطقة ويختار الصور. طيب أيضا نقدر نرتبهم بشكل عشوائي أو بشكل أبجدي، إذا عشوائي يبقون كما هم، وإذا أبجدي راح يرتب لياهم من الألف إلى الياء، إحنا راح نخليهم بشكل عشوائي. طبعا هنا الموقع يقول اضغط لتدوير العجلة، او يمكنك الضغط على كنترول انتر، يعني يا اما تضغط هنا او هنا، يا اما تضغط على كنترول وانتر. جيد، راح اضغط على كنترول وانتر من الكيبورد حتى البرنامج يجري لي عملية القرعة. عملية مهمة وسهلة وسلسة جدا، قدر من خلالها يجري لي القرعة. طبعا عندي هنا أنا حذف إغلاق، يعني بإمكاني أنه أغلق. طبعا الفائز هو كرار، بإمكاني أنه أعيد. طيب طبعا عندي هنا أنا مجموعة من الأمور، وطبعا عندي هنا أنا أيضا مجموعة من الأمور. عندي من ضمن هذه الأمور وضع ملء الشاشة، طبعا راح يجري لي القرعة على ملء الشاشة، حتى عندما أصور القرعة ما راح المقابل او المشاهد راح يشوف مثلا النوافذ الخاصة. بامكاني اجري القرعة وبهذا الوضع، بوضع ملء الشاشة، وايضا بامكاني اخرج من هذه النافذة. طبعا اخلي الماوس الى الاعلى واخرج. عندنا هنا طبعا وضع الظلام، بامكاني انه يعني يكون وضع الظلام او الغي وضع الظلام. اضافة الطابع الشخصي، بامكاني اضغط عليه. عندي مجموعة من الاوامر، اولا عندي الصوت، الصوت اللي هو خلال عملية اجراء القرعة. مثلا عندي هنا صوتي مثلا، طبعا بامكاني اسجل الصوت، او مثلا احتفال عربي طبعا بامكاني اشاهده. وايضا طبعا بامكاني انه اخلي الزمن، مثلا اخلي الوقت اللي انا اشوفه مناسب، مثلا موسيقى بوليود مثلا. طبعا هذه اثناء التدوير، يعني موسيقى تظهر اثناء التدوير، مثلا موسيقى مرحلة. بامكاني اختار مثلا، ممكن اختار فتشي مثير مثلا. طبعا نجي مثلا موسيقى درامية اللي هي تعطينا فد اثارة نسمعها. طبعا لطيفة هذه الموسيقى، وطبعا تعطينا حماس أكثر للقرعة. عندنا هنا بعد الدوران ممكن تصفيق، ممكن إعلان جرس، ممكن نجمة، ممكن نختار مثلا تصفيق عالي ممكن. أيضا عندنا مثلا تحرك اسم الفائز، ممكن يتحرك اسم الفائز ويا التأثيرات، إطلاق قصاصات الورق الاحتفال هذه المتناثرة. مثلا بإمكاننا مسح الفائز بعد 5 ثواني مثلا. مثلا لدينا فائز، او ممكن نقول الفائز في المسابقة هو مثلا، نكتب كتابة معينة وطبعا راح تظهر لنا هذه العبارة.
طبعا لاحظ ان انا عندنا من 21 الى 100 حرف فقط. الالوان طبعا بامكاننا نختار الالوان، يعني عندنا مثلا ممكن الاسود، ممكن نضيف لون الخلفيه، ممكن نختار مثلا لون معين، مثلا ممكن نختار هذا اللون السمائي وهكذا. الصوره بامكاننا نضيف صوره خاصه بالعجله، وطبعا هنا أنا حجم الصوره. طبعا بامكاننا حسنا اذا لاحظ انه تغيرت الالوان، وراح نسمع الموسيقى اثناء عمليه القرعه. لاحظ الاسم يتحرك، وهنا الجملة اللي كتبناها الفائز في المسابقة هو بهاء، طبعا للصدفة يعني بهاء. وإذا لاحظ هنا على اليسار عندنا النتائج، عندنا ثلاث عمليات قراءة، عندنا كرار سندس بهاء تمت خلال هذه الجلسة. طبعا بإمكاننا نمسح القائمة، وبإمكاننا نغير اللغة طبعا من عربي إلى إنجليش أو أي لغة احنا نختارها. أيضا طبعا بإمكاننا نشارك القرعة، وبإمكاننا نحفظ أيضا عملية القرعة، بإمكاننا نحفظ الجلسة، حفظ هذه العجلة. طبعا بإمكاننا نحفظها بجوجل أو بتويتر، أو مثلا ممكن نرسلها بإيميل. وطبعا أخيرا نقدر نضيف جلسة جديدة، نقدر من خلالها نضيف قرعة جديدة. طبعا الموقع سهل جدا وبسيط ومفيد وأنيق، يجسد لنا القرعة بشكلها الاحترافي البسيط والأنيق. إن شاء الله يكون هذا الموقع مفيد للجميع. نلتقيكم في فيديو آخر مع موقع جديد بإذنه تعالى.